اللي نادي هيداوي بعيدك على ايدي. فين ترخر؟ ده ايه الليلة السودة المنيلة بستين نيلة دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجة، خش البيت اللي جوه دي اقعدي معاه شوية، عقبال ما اتكلم مع رافت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجأة اتعثرت. اتعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان أول مرة أمسك إيديها. هو أنت طول التسع سنين خطوبة ما مسكتش إيديها؟ ما أنا ما كانش ينفع أمسك إيديها سيادتك، افرض مسكت إيديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت أسيبها كده ممسوك إيديها تتلطم في الدنيا؟ فعلا صحيح، ما حدش يرضى يتجوز واحدة ممسوك إيديها قبل كده. اسمع، أنت سيبك من إيديها خالص، اعتبر إن ملهاش إيدين، الليلة دي ليلة الدخلة مش ليلة الإيدين. يعني نسيبنا من إيدينا خالص؟ سيبكم من إيديكم، وأنتوا هتمشوا على السلك. سيبك من إيديها، هي إيدك أنت هي اللي تبقى شغالة. يا هبلة، ده جوزك حلالك. ما أنا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني أنت عايزة تفهميني تسع سنين ما مسكش إيدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما عملش أي حاجة؟ أنا لا والله عمري أبدا. جاتك خيبة، جاتك نيلة يا هبلة. ده عايز نقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس اقعد، انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بصوا احضان كده على طول. على طول ازاي؟ لازم يسخن الاول، ها؟ يدخلها في المود، تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على على اي حته يعني، ها؟ انت مش سلوح ليه كده؟ ده خليه في المود، ضحكه مايسه. حركه سايعه، الاغراء مش عري، الاغراء بصه. اهم حاجه العري. بصات ايه؟ لازم تقلع ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرام يا باشا؟ حرمت عليك يا عشتك، اذا كنت انا سخنت وانا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ اظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقولك اعملي له استعراض يا بنت انتي. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه ليه داري كده؟ هو انا داري كده؟ طب هيفا وشاجي، ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع، انا هخش انا وموجه في الاوضه، وانت هات هاني اقعد بره هنا. شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم ومعطل الاوضه على الفاضي. ها بص، اسمع، خد حبايه من دول هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموال ده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجه وبعت لي تهاني. هي ليله سودة. رأفت، عايزاك البيت ده عايز له مصنع فيه اجر. فكيها بقى. حاضر. ده ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي تعالى؟ انا قلت عايزه رأفت. رأفت، مساء الخير. مساء النور. ممكن تبطلوا بقى لعب العيال ده؟ تعالى نام جنب مراتك. انت رايح فين؟ مش بتقولي تعالى نام جنب مراته؟ بقول لك ايه، زي ما فهمتك. حاضر، يلا يلا يلا. اوعى تاخد الشريط كله، خد حبايه واحده. لو خدت الشريط كله هتجيبوا عيال دلوقتي. ها؟ وبعدين يعني شويه لعب في الاول. ايد بطاله وايد شغاله يعني. مش خد بالك تهاني. بصي بصي يا حبيبتي، انت كلي كلي انت كشي لو انتوا الاثنين، هي تعمل لك كده انت تعمل لها كده انت. خد بالك انت كلي انت كلي ريري تيجي تيجي. تعمل ايه؟ سخنة قوي. كله تمام دلوقتي وكله ايه؟ قصة يعني. ايوه يا باشا، ابن حلال مصفي. انا في بقى تاتا،
وبتحضر فرح رأفت على تهاني وما تقدرش تنزل عشان في ضرب نار تحت. بس ما تقلقش، الحكايه دي هتنتهي دلوقتي حالا. بس انا كنت عايزك في موضوع كده 5 دقايق مش اكتر. حاضر يا باشا، حاضر. خلاص الدوله هتخلص كل حاجه تحت واحنا ايه الروبة. وقت يا ناوي عندك على ايدي. تعالى انت قلت لها ايه؟ انا ما قلتش كده خالص. هي دماغتهم بقت عامله كده ليه؟ يا رب انا هزاوي، مش هسيبك يا هزاوي، مش هسيبك يا هزاوي، اقسم بالله ما هسيبك يا هزاوي. بتتعامى بالحكومه، خليها تنفعك. اوعى، مش هسيبك يا هزاوي. خلاص يا ولي، خلاص يا وليا، كفاية كده قوي. احنا كنا فين؟ ده كده وضع قوي. عايزك تسمعي المنطقة ان احنا جامدين قوي. ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي. مساء الفل. مفيش فل، مفيش فل، مش هسيبك يا محسن يا هداوي. خير يا باشا، اول مره ادخل على سعادتك لا تقولي بفكر في ايه ولا جاي ليه. حسك في الدنيا يا باشا. لان المره دي انا اللي عايزك يا محسن بيه. خير يا باشا. اقعد. اولا احب ابشرك بان كل الطلبات اللي انت طلبتها مني المره اللي فاتت بتتنفذ وبمنتهى السرعه. ربنا يخليك لينا يا باشا ويخلي لك بوبس. المره دي بقى احنا لينا طلب عندك. انت تؤمر. بالنسبه لمساله الجواز احنا نرى انها خطوه غير مستحبه بالنسبه لك في الوقت الحالي. احنا نرى؟ مين احنا نرى دول يا باشا؟ الدوله. الدوله هي اللي مش عايزه؟ انت عارف ان لطفي الماظ واحد من اكبر رجال الاعمال اللي موجودين في البلد. الراجل وقف جنب الحكومه كتير وعمره ما اتاخر عنها ابدا. هو حاليا مترشح لمنصب مهم قوي في الحكومه، والراجل جالي وشرح لي الموقف. قال لي انه كان عايز يتجوز مهاجر نشار وانه تقدم لها وكانت موافقه، لغايه ما ظهرت انت. بقى انت عارف ان له عندها 100 مليون جنيه ومع ذلك ما خدش اي اجراء قانوني ضدها. احنا درسنا الموقف كويس، والعقل بيقول ان محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل، وان لطفي الماظ لازم يتجوز الست اللي في حكم خطيبته، وان مهجة النشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقه اللي تليق بيها وباسمها وبسمعتها. ولا ايه؟ هو ده راي الدوله؟ لا، ورايي انا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف. بص يا زومبي، أنا هتجوز مهجة غصب عن عين أم الدولة. قلقان عليك طول الليل، مال وشك متغير؟ كلمتك في التليفون 100 مرة ما ردتش عليا. ما تكلمني يا محسن، في ايه؟ حصل حاجة؟ أيوة يا راجل. أنا كنت واثقة إنك ما نمتيش. ألف مبروك يا موها.
لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا. اصله لما عرف الحقيقه بقى اتصرف على طول. هو اللي خلصك من الراجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي. انت رايح فين؟ انا ماشي. وسايبني؟ انا سايب البلد كلها. كله عشان اتجوز لطفي الماظ مش كده؟ بص يا موجه، انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط، ولا انا كمان. كل واحد روح لحاله احسن. حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني، انا حسبتها علشانك انت. انا جيت بوصلك كل حاجه. انا همشي، المركب لما تغرق كله بينط منها. وانت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجه، الدولة لسه نايمة مصحيتش، خلينا أطلع منها على خير. رجلي على رجلك. أنا رايح لندن. حاجي معاك، بس وأنا مراتك. محسن بيه هنداوي؟ اتفضلوا معانا. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا سيدي ده سجن مش منتجع سياحي، دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم، بلازمات، لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا 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 ده كتير كتير. الله، الصحافه تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح. نعم، اؤمر يا محسن بيه. انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك؟ يا سيدي الطلبات جاهزه. ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي، انا معلم عليه بالقلم الاحمر. من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مره كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنه. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن. أنا ليا 80 مرة. إحنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مرة على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. أنا هروح فين ما أنا عندكم؟ أنت بتقول إيه؟ ده سجن محترم مش شقة مفروشة. طيب، أنا بحملكم المسؤولية كاملة. أنا هبلغ جميع جمعيات حقوق الإنسان. هبلغ جمعيات الدفاع عن بتاعت سجناء الرأي. مين؟ سجناء الرأي. هوصلها للأمم المتحدة. هبلغ اوباما شخصيا. حرام حرام عليكم. انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايام ما كنت في الاعداديه. ايه؟ اه حرام، من ايام ما كنت في الاعداديه ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت. بقوم كل يوم الصبح. فهمت مش كده؟ تمام يا فندم. الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجه في الشؤون القانونيه. انا ليه الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن بيه؟ الف مبروك. لجان البنوك وافقت على مشروع الجدوله والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابه بالافراج. وموجه خرجت بالسلامه النهارده الصبح، ورايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بيه عبد الدايم، عايز يقعد معاكم. سك على الاضراب يا باشا. ها
ظهر انها تسويع شمل. كان لازم الدولة تعمل كده. كده الناس تعرف تشتغل. زي ما قلت لحضرتك كده، ده مش مجرد تصالح، ده عبور اقتصادي، لان الاقتصاديه بتاثر على اساس الصلاحيه في السكاس مستكيتس. وهنا اجتماع اللجنه؟ هو هنا اجتماع اللجنه؟ لا، هنا موقف احمد حلمي. اتفضل. امال موج هانم فين؟ ولا انا شايف محسن بيه؟ مش نظام. النظام اتغير. نظام بيه عبد الدايم خلاص مشي، واحنا جايبينكم النهارده كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحله الجديده. الدوله رأت ان سجن رجال الاعمال وهروبهم خارج البلد مش في مصلحه اي طرف من الاطراف، عشان كده بعد التسويه والتصالح اكتملت اضلاع المثلث، الحكومه، رجال الاعمال، الشعب. عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الأمان. وإحنا نرى الله، إحنا نرى برضو، إحنا ما تعرفناش بسيادتك. فكري جديد. الأمور ده اللي في الصورة ابن سعادتك؟ أيوة، باسم ابني.